تعال نروح لخطاب رابطة الأندية واستلام درع الدوري، عشان بس الناس بتقعد تفتي كتير وتتكلم كتير. ادي اهو يا جماعة على الشاشة، اعتقد انتوا بتعرفوا تقروا يعني رابطة الأندية المحترفة وموضوع استلام الدرع، وهتلاقوا الإمضاء باستلام الدرع بعد كده. يعني خلاص، يعني نادي الزمالك لم يكن درع الدوري معاه، هو احتفظ به لموسمين متتاليين، وبالتالي عندما وادي اتحاد الكرة برضو، يعني رابطة الأندية بعت لنا جواب واتحاد الكرة بعت، بسم الله ما شاء الله شغل 10 10، الاثنين مستعجلين ياخدوا الدرع بصراحة يعني، وعملوش حتى تنسيق ما بينهم يعني حتى المفروض درع الدوري ده تبع الرابطة ولا لا؟ يعني وده ادي بقى اقرار الاستلام من الرابطة، استلموا الدرع يا عم، خلاص احنا كده ايه عدنا العيب وازح يا ايهاب. ايوه عمرو السيد محمود وعمرو جمعه ابراهيم دول اللي استلموا الدرع. ايوه خلاص احنا كده عدنا العيب وازح وازح، صح كده؟ صح.